ضمن زيارته الرعوية الأولى، استقبلت رعية كنيسة شهداء الأردن اللاتين في مرج الحمام سيادة المطران بير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، بمرافقة النائب البطريركي للاتين في الناصرة الأب الدكتور حلنا كلداني. وكان في استقبالهم عند الوصول قدس الأب أشرف النمري راعي الكنيسة وممثلو مؤسسات دينية وكنسية وخيرية. وفي كلمته الترحيبية عبر الأب النمري باسم الجميع عن غبطته بهذه الزيارة الروحية المباركة، تلاها العديد من الكلمات المتضمنة لمجموعة من الملاحظات المعنية بشؤون الرعية. ثم ترأس سيادته القداس الإلهي بمعاونة الآباء الكهنة بحضور جموع المؤمنين والراهبات وأبناء الرعية.